أشاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بافتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، وأكد رئيس المجلس أنه بالنظر إلى ما تشهده الدولة من تسارع في معدلات النمو السكاني والعمرانية، كان لزاما على مؤسسات الدولة المعنية أن تبحث عن أفكار خلاقة من بينها تبني خطة قومية لإنشاء مدن ذكية. وبالأمس القريب افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة، لتكون واحدة من أهم شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، وثمرة من ثمار خطة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة، وتأتي ضمن مجموعة المدن الذكية التي شرعت الدولة في إقامتها والتي تضاهي مثيلاتها العالمية. وتعد مدينة المنصورة الجديدة نموذجاً متطوراً وحضارياً يضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة المصرية، وبرهاناً دامغاً على أن الدولة بقيادتها وشعبها قادرة على مواجهة أي تحديات وعازمة على استكمال مسيرة تقدمها.